السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيلتنا الكبيرة أحسن عيلة في الدنيا، وحشتونا يا رب تكونوا في أحسن حال. ماما سناء عملت لنا شوية شاي صعيدي وقالت لازم نشربهم مع حبايبنا وعيلتنا الكبيرة. تعالوا اتفضلوا، ما عملناش شاي وشربنا شاي معاكم. تعالوا اتفضلوا شاي، الشاي الصعيدي. الله الله، عارفينوا ايه الشاي الصعيدي يا حبايبي؟ الله، الشاي المغلي اللي تغليه شاي ونعناع. ده مش هيطلع، مش هينزل لتحت على البطن، بيطلع من فوق، عين على الدماغ لفوق. كوبايه شاي هنيه تكفي 300. بصوا يا حبايبي، لو كوبايه شاي وبرضا وحنان فوق كل حاجه. قول لنا بتتعمل ازاي الشاي الصعيدي يا ام؟ الشاي الصعيدي، الشاي الصعيدي يا صعيديه يا مسكر انت، حط براد الشاي على البوتاجاز، خلي الميه تغلي، وبعد ما تغلي الميه تحط النعناع، وبعد النعناع تحط الشاي، بعدين وتبقى حاطه السكر يا مسكره يا حلوه، تبقى حاطه السكر في الكوبايات عشان ما يتغليش بالسكر ويحب يلدع لسانك. هو لما يتغلي بالسكر يبقى شاي تاني. يعني هو بيتغلي من غير سكر وتحليه انت بعد ما يتغلي؟ يعني تحط الشاي والسكر، الشاي والنعناع، وبعدين تحط السكر وتغليه. عاد واحنا زمان حيت كنا نروح الغيط كنا نحط الشاي والسكر. أيوة، ويغلي الشاي كله مع بعض. لسه بقول لك ساعات كنت بشوفهم في الغيط بيعملوا كده. بس ايه يا مسكرين، الكوبايه دي هتقدر ايه؟ زي احمد البيت مصر دي ما قدرش يشرب. يا ماما زمان ما كانوش بيشربوا الشاي غير كده، شاي مغلي. هتبقى حكايه لما تغلي الشاي، يا ما تغلي الشاي تغلي السكر بالشاي. تعال يا محمد اشرب الشاي. طلع الشاي من ساعه شاي الفتله، شاي الفتله طلع الكشري ده، لكن هو ما فيش احلى من الشاي المغلي بصراحه. يا ما تغلي في الكنكة النحاس يا احمد على القانون. الواحد كان مصدق القانون، على القانون يا احمد، لكن يبقى له طعم يا ولد. لا لا، بيبقى شويه شاي وحيد، ناخدوا الكنكه ونكونوا رايحين الغيط. وفي حصاد القمح يقولوا ايه؟ اوعوا النار وانتوا عاد تعملوا الشاي، النار تطلع تاكل القمح واحنا هنروح. كنا نلفهم لف كده يا احمد، داير داير نبقوا بالطوبك ده هو، ونلف ونحط الكنكه وسطيه. والله العظيم كوبايه الشاي احسن من خروف مدبوخ كان في الزمان. تسلم ايدك، انا عمري ما اشرب كوبايه شاي كده شربت. تسلم ايدك. يعني عجبتك؟ تسلم. طب ما عملهاش انا يا احمد. لا ازاي يا والله ما عملها انا. محدش هيعمل شاي حلو غيرك. لا عملها صفاء. ما انت صفاء واحد. لا بس انت شايف ليه طعم تاني. لا ما انت قلت حلو. يمكن عشان في الكوبايه بتاعتك. لا انت قلت حلو. يمكن عشان في الكوبايه بتاعتك. ما تبقاش ضلالي يا احمد. قال كوبايه الشاي الحلوه اللي عاملاها ماما. عرفت وهي السيارة. طلعت مين؟ عرفت طلعت مرته اللي عاملاها. هو عارف ان عاملها مرته وهيقول حلوه. عرفت سر الشاي الصعيدي؟ ماما سناء قالت لكم على السر يا ماما. يعني حتى لو انا عاملاها حلوه وانت اللي مريانه. ايوه طبعا. ده السر بتاع الشاي الصعيدي اللي ماما سناء. الشاي الصعيدي الجميل اللي عنده صداع وعايز الصداع يروق، سيبك من كوبايه الشاي الكشري والجو كوبايه الشاي الكشري يا حبايبي، هتصبيها وتدوبيها تلاقي فيها كتفافه من فوقك دي. لا يا ماما يقين يا غالي. الكوبايه دي ما ترفعيها كده بالبراد، وتصب بالبراد وترفعي، وتبقى مريم ريم حلو كده فوقيها، تشرب كوبايه الشاي وريحه الشاي هتبقى جميله. ربنا يجعلنا ببر شاي الصعيد. استنوا بقى، ماما سناء هتعمل لكم الشاي الصعيدي ده عملي بس فوق السطح. استنوا، ماما هتعمل لكم الشاي الصعيدي فوق السطح. فوق السطح ما نعمل الفطير ولا الشاي ولا البلعه واحد هيك. الفطير كده هتعمل لنا كوبايه شاي. لا ده احنا عاوزين حبه فيديوهات على السطح. ان شاء الله باذن الله. الوقتيش تطلع تشوي لحمه يا احمد. ما خلاص بقى ما تحرقيش بقى. يلا نستناكم على خير. على خير يا حبايب ماما سناء.